عندنا حق رد معنا بالتليفون. سهيب زروق مدرب فريق مستقبل سليمان كان قال كلام في الحصه بخصوص الفريق والمقابله نتاعو مع النادي الافريقي، ما عجبش برشا هيئه مستقبل سليمان وحتى مدرب مستقبل سليمان. معنا بالتليفون سهيب زروق، مرحبا سهيب. مرحبا بك اسلام، مرحبا بكل ضيوفك الكرام وكل مستمعي اذاعه مسك. شكرا لك سهيب. باهي خويا مجال مفتوح ليك، على شنو حبيت تعقب بالضبط نوضحوا للمستمعين، وتفضل مجال مفتوح ليك انت. مرسي بوكو. بون الحقيقه والله مانيش باش نعقب ولا نجاوب معناها ديريكتومون معناها الاشخاص اللي كانوا حاضرين في الوقت هذاك وتكلموا على الماتش وسيرتو على الديكلاراسيون نتاعي وعلى الكومينيكاسيون وعلى شخصي في معناها في ذاتي. بون اليوم تدخلي زاد كيف كيف معناها باش ما تكلموش على شخصك سهيب، تكلموا على الديكلاراسيون، متكلم حد في شخصي على اي في شخصي كسهيب زروق حاجات معناها عدارة قراءة نفسية في انا شنو حبيت نقصد ولي في شخصي دونك هذاك علاش. الحقيقة معناها على الناس اللي قالت لي انا صغير على التصريحات اللي قال راهو يبروفوكي في جمهور نادي الافريقي ودخل ترجي في الموضوع. انا نقول راهو شوف لاني جيت باش نضرر اليوم اللي قلته وانا معناها متاكد 1000% ما مسيت حتى فئه من حتى اي نادي. الناس كل تعاود ترجع تشوف الديكلاراسيون دونك ما فيها حتى اي مس. انا حللت الماتش كيما انا ريتو كيما الناس قاعده في راديو ولا في التلفزه تحلل في الماتش وهيت. انا زاد كيف كيف نعيش الماتش وحللت الماتش وقلت تحليلي كيفاش ريت الماتش. ممكن التعليق جاي سهيب على كلمه الافريقي فاز بالحظ ولا حاجه من النوع هذا، الاهداف جت بالحظ ولا حاجه هكا. قلت لك راني اسلام لاني باش نجاوب لاني باش نبرر. اللي يحب يعني يصدق ولا ما يصدقش يرجع للديكلاراسيون ويشوف ويثبت. كان انا خرج مني الكلام هذاك يعاود يثبت على روح. اذا كان هما فما اهداف يصير تحليلها برؤيتي انا ذاك قلت انا في الديكلاراسيون. ابار هذاك لا ناحيه الميريت لحتى اي نادي ولا حتى اي حاجه، خاطر انا الحقيقه معناها معناها ما نجمش نبرر حاجة على حاجة باطلة. معناها أنا أرفع من الحاجة هذه في بعض الأحيان معناها عدم الرد على ناس يكون في حد ذاته هو إجابة عليهم، خاطر مانيش باش ندخل في المستنقع ذاك وندخل في البوليميك اللي الناس هذه تحب معناها تخلق مشاكل في الكرة. نشوفه توا في الوضع كرة القدم التونسية قداش كثر الحقد قداش كثرة الكراهية وكثرة السب والشتم وكل شيء ولا مستباح. جماهير الكل تكره بعضها تمشي لأي بلاصة تسمع كان في السبان يجيك الناس الكل تسمع في السبان. معناها عايشين في الحقيقة في, في, في وضع سيء ورديء جدا من الناحية الأخلاقية، وهذايا الكل سبب فيه الناس بارفوا ما تقدرش قيمة الميكرو اللي قدامها ما تقدرش الامانه للناس اللي عطيتها لها. دونك تولي يحكي في نامبورت كوا ويحكي في اي حاجه معناها معناها بالباطل هذا يراهو ما يجيش، هذا يراهو يخرق الكراهيه ويخرق الحقد. فما شوف الناس بالحق معناها فما اجسام سليمه تتغذى معناها من اشياء نظيفه وفما اجسام مالوريزمون مريضه تتغذى من كل ما هو خبيث وملوث. الناس هذيا يلزمها تبعد عن المشهد الرياضي، يلزمها تبعد بالحق يلزمها تبعد، خاطر الناس هذيا ما عطات حتى شيء. الناس هذيا بالعكس راكيتكي باش تأثر حتى على واحد من 12 مليون راه نجم يسبب كارثة هذاك. بكلمة أنت منك مال بلاسي عندك عليها أريير فونسي خايبة راهو ما يجيش. رانا كلنا في الكورة وكلنا عندنا زيد وضحنا سهيب على شنو باش نفهموا كيفاش نجاوبوك، على شنو تحكي بالضبط زيد فهمنا وضحنا. الناس تفهم والناس واعية. ما باش نفهموا حتى احنا سهيب زاد حتى بطل تسمع فيك مش فاهم على شنو تحكي بالضبط. واضح احنا اللي قلنا الكلام الكلمه ذيك تقالت ما عجبتنيش ردي عليها انا باش نفهموا احنا. شوف فما شكون جاي قال راه مازال كبير على التصريحات و و و ونتعديوا. فما شكون قال جاب ما تقلتش هكا بالمعنى هذا، هو ذاكر الواتي قال الكلمه هذيك ما تقلتش بالمعنى هذا. يقصد مدرب شاب ما يقصدش صغير سهيب، يقصد بالعكس شكلك ذاكر وطريقه اللعب نتاع سليمان. يقصد مدرب شاب معناه مش صغير معناه بالمعنى نتاع صغير تقزيم ولا حاجه هكا. انا بلا بالعكس معناه انا قلت لك هذيك مش نحكي على هذيك مش نحكي على البوان هذيك دونك انا قلت لك نتجاوزوها الحاجه هذيك. انا نحكي على الانسان اللي قال
مدرب مستقبل سليمان يبروفوكي في جمهور الكلوب وقاعد يخلق في فتنة مع جمهور الكلوب وجمهور الترجي ويدخل في سليمان في الوسط. أنا جيت قلت لك راني أنا أرفع أني نجاوب الناس هذه خاطر فما نوعية من الناس هذية قاعدة تخلق في الفتنة فتاتر على حسن نية مهي شالقة فتاتر على سوء نية هذي ما عنيش. أنا كإنسان أبليكي وكمدرب كرة قدم في المشهد الرياضي من واجبي أني نجي نوعي الناس نوعي الناس نقول راهو فما ناس راهي قاعدة تبث في فتنة وتبث في برشا مشاكل وتبث في كراهية وفي حقد بين العباد فما ناس راهي تأثر. سهيب أنت قلق الكلام مروان اللي لمح فيه على مقابل ترجي وسليمان هكا باش نكونوا واضحين أنت ما حبيش تقول أني أنا قلت يمكن 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 فما ناس تفهم الناس فما ناس قاعدة تسمع ناس تفهم وناس تبع فيكم وكل شيء. أنا شنو حبيت نقول أنا من واجبي باش نقول راهو الميكرو ذاك راهو أمانة وراو اي واحد باش يخلي الناس هذيا قاعده في كل مره تبث في الفتنه في كل مره تكذب على العباد بالباطل وفي كل مره تقول في ديكلاراسيون مش عارفه قيمتها شنيا راو يلزم نقولوا لها ستوب يلزم نقولوا لها ستوب. مش كل واحد قدامه ميكرو يجي يسب الناس مش كل واحد قدامه ميكرو يجي يحط الناس في الواجهه. انا اللي نخرج في الشارع انا اللي نواجه في الناس واضح. لطفي بالحاج يحب يتفاعل معك سهيب معنا لطفي بالحاج في الاستوديو يحب يتفاعل معك. سهيب خويا شنحوالك شاء الله تكون بخير. والله الحمد لله. جوست انا سمعت راه سمعت اش قلت على تحليل نتاع مباراه نادي الفريق الافريقي. انا ما راهيش اللي قلت عيب انت قلت قبلت اهداف على اخطاء دونك هما اولوا الامور هذيك امورهم. انا جوست نحب نقول لك خويا اخدم على روحك سكر وذنيك وربي يوفقك وانا نم بالمدرب التونسي وهو بحذانا طارق العبدلي ان شاء الله سلام عليه سهيب عاقر معناتها سهيب ما يزمكش معناتها تحط في مخ خليه يتكلم وخليه يقول واش يهم المهم انت شنو حبيت توصل وانا هذا اش حبيت نوصل لك سهيب معناتها انت التصريح نتاعك ما يقلقش معناتها انت قلت قبلت اهداف عن طريق خطا معناتها عادي جدا. مجدي السعيدي ايضا حبيت تفاعل معك. مرحبا بك سهيب. مرحبا بك مرحبا بك معك مجدي السيدي جورناليست خويا عايشك شكرا ليك وان شاء الله موفق في نتبعوا في نتائج مستقبل سليمان قبل الهزيمه الاخرانيه اربع مقابلات اعتقد ما الفريق معناتها ما تلقاش فيهم الخساره دونك فما خدمه قاعده تتخدم ومستقبل سليمان نعرفوه معناتها المواسم الاخيره تقريبا عاش بعض الصعوبات. انا سمعت الحق يا سهيب بالتصريح نتاعك فما كلمه ممكن هي اللي ممكن اثارت شويه الجدل اللي انت قلت معناتها ما نعرفش كانت أكدها لي ولا ليه قلت فما ديتير فما أهداف سجلهم النادي الإفريقي تسديدات بالزهر ممكن الكلمة هذه ما زلت معناتها ممكن ما حبيت نسألك ما زلت أنت كتراجع التصريح هذا أو ترجع له ما زلت أنت متأكد أنه كلمتك صحيحة ولا يمكن أشوخ ذيت الميكرو وقتها وانت كنت تحكي طوى على الميكرو قلت معناتها اللي يجي عنده الميكرو واحد وذي مهمة برشا نقطة مهمة برشا كونه اللي يبدأ عنده الميكرو ما يقولش نامبورت كوا. أنت إسكو كرجعت له التصريح هذا ما زلت مقتنع كونه بعض التسديدات أو بعض الأهداف اللي سجلوهم لاعبين النادي الإفريقي نعرفوهم ثلاثة أهداف يمكن اللي تحكي عليهم أنهم سجلهم بلال آية مالك ثم اسرار في ظهور لي من خارج مناطق الجزاء اسكو ما زلت مقتنع انه بالفعل كما قلت انت كانوا بالزهر الاهداف هذوما اسكو مقتنع انه النقطه هذه هي اللي خليت الجدل اللي يكون كبير بعد مباراه النادي الافريقي ومستقبل سليمان وشكرا لك. اوكي نشكركم انا سيرتو نحب التوفيق عزيز فيه على طارق ولطفي نسلم عليهم برشا نسلم عليكم الكل شكرا عايشك. انا راهو ديجا في تدخلي من الاول مع توا في الحصه هذيا قلت راني انا مانيش باش نجاوب على اللي تقال معناها مانيش باش نجاوب مش باش يكون ردي على اللي تقال على الديكلاراسيون تاعك هاي فوالا فوالا على الناس اللي علقت على الديكلاراسيون معناها هو حر شنو باش يقول على الديكلاراسيون كيفاش يفهمها. انا مانيش باش نجاوب كيما قالوا هما راني انا مسكر وزنيه ونخدم على روحي عندي توا 9 جورنيات معناها مانيش قاعد نتكلم ونحكي ولا حاجه كاين في الكوره وعمري ما تدخلت وقلت اليوم راني انا تدخلي مش باش يكون رد على الناس هذيا اللي قالت هكا بالعكس انا قلت لك معناها راني حسيت كانسان موجود في الوضع اللي فيه الكره توا ما نجمش نقعد ساكت وقت اللي راه فما ناس قاعده تهز في الديكلاراسيون حتى مش تعينه برك مش تعينه برك نتاع برشا من الناس اخرين برشا مدربين وبرشا مسؤولين قاعده تهز في الكرة في وضعية أخرى في وضعية خايبة برش في وضعية أخلاقية خايبة برش. صحيح. وحكيت على الكراهية وحكيت على الحقد وحكيت على الحسد اللي هو موجود
اما الى متى باش نقعدوا ساكتين؟ الى متى باش نقعدوا ساكتين؟ انا مش نحكي على واحد قال راهو سليمان كان خايبه ولا سهيب ما يعرفش يراني ولا هو حر. الامور تجاوزت شويه. قلت انا راني ارفع ان نكون باش نجاوب على الناس هذي، مانيش نحكي على ديكلاراسيون. انا حكيت انه حسيت وريت ومتاكد انه معناها الرد والدخل فيه معناها اسمي في شخصي، انه الرد معناها فيه بروفوكاسيون وفما معناها انا بروفوكي في جمهور معين وتابع جمعيه اخرى معينه وما عرفش هذايا راهو انا راني ارفع من الحاجه هذايا. اما زاده يلزمنا نقولوا للناس هذايا فيقوا على رواحكم، راكم تخلقوا في الفتنه وراكم تخلقوا في الكراهيه. باهي كلمه مالك بسرعه. اللي قلتها راهو انا ما قلتش 3 أهداف بالزهر وما كانتش عندي ني في الكونفرنس وني على المباشر. انا كي نحلل الماتش ما نحللش السكور، ما نحللش الاهداف، نحلل في ماتش. وقلت طريق معناها البونتوات اللي قبلناهم احنا كسليمان، قبلنا هدف عن طريق خطا مباشر، والهدف والاهداف الاخرين كانت فيهم برشا شانس خاطر كانوا ديفي صحيح. صحيح خويا سهيب باش نتفاعل معاك انا ديما نحكي عليك بالباهي سيرتو في اللي تخدم فيه وربي يوفقك وربي يعينك. جست انت في الـ في الـ في الكونفرنس قلت معناتها الكره ديفيت هي سببها نحن حلينا موضوع. قلت راهو معناتها خويا سهيب راهو حكى على الديفياسيون وعلى التوش نتاع كي زومبي. قلت انا راهو شانس موجود في الكره ويزمك تجرب الشانس والتير نتاعك وتصير الديفياسيون موجوده في الكره ومن بعد هما الاولاد راهو تفاعلوا سواء مروان خويا مروان ولا ذاكر في قلب الموضوع معناتها التفاعل صار هذا. فهمت؟ نعرف وما قلت راني مانيش باش نبرر اللي قلته، ماني حكي غادي والله العظيم. انا اللي غيظني والله العظيم اللي غيظني المشهد الرياضي اللي احنا فيه. خويا ربي يوفقك ربي عينك ما نطولوش عليك خويا ربي يوفقك ربي عينك ووسع بالك وخدم على روحك. شكرا ليك سهيب على دخلك معنا وبالتوفيق ان شاء الله. نمشيو فاصل وبعد نكمل نحكيو عن النادي الرياضي الصفاقسي. من جديد في سبور ميكس الجزء الاخير من الحصه نتاعنا اليوم باش نحكيو عن النادي الرياضي الصفاقسي والمقابله اليوم مع فريق شباب قسنطينة. لكن باه حضرنا حاجات على فريق قسنطينة توا مالك يقولهم لنا. كبرت شويه الحكايه نتاع سهيب زروق مروان يحب يتدخل وباهي عم يعملون معنا بالتليفون. مروان ما خذيتك بسرعه ماذا بيا بسرعه خاطر ما عادش عندي وقت باش نحكي على السي اس اس ما لقيتش حتى ما نعلق بالله بسرعه. مروان ايش حبيت توضح؟ ما فهمك بالغلط سهيب ولا حاجه هك. باهي شوف السلام عليكم قبل كل شيء. اسلام اخويا وتحياتي للناس الكل. اول حاجه نحب نقول اسلام خويا لكونه اللي الناس ما تعرفش انا وسهيب زروق رانا اصحاب ابخيتو تسمع فيا ديجا قال لي هو عندكم امامكم ما يوسف المويهبي ظهر لي زاد وعلى صحيتك يرحم والديك. انا حاجه بركه قلت لك وارجع حتى اللي حكيته يا اسلام اليوم حتى كي حكيت على النتائج اللي قاعد يقوم بها قلت مدرب ممتاز. قبل ما نحكي على شنو تقال وما تقالش انا كمحل ونعطي رايي للناس الكل من اليوم. انا حتى اليوم كي تحكي الجماهير الكل شافت لكونه ديكلاراسيون اللي قالها خايبه. انا عطيت رايي ممكن شوية اللي فهمني بالغالط اما لغة الفتنة يا اسلام خايبة برشا. اليوم باش ندخلوا الفتن مع الناس الحكايات هذيا. اول حاجة انا سهيب نحبه ونحترمه ليومنا هذا والخدمة اللي قاعد يقوم بها في سليمان تقول لي حتى حد يشك فيها. انا عطيت رايي على الديكلاراسيون اللي قالها ما تجيش جمعية كبيرة كيما النادي الافريقي كيف فازت عليك اليوم ب4 أهداف نخرج نقولوا بالزهر وليت فما حاجة شكيت فيها ني بلوس ني موا معناتها ما عندي حتى مشكله. ويا سهير كان فهمتني بالغلط خويا سامحني اما مع حكايه الفتنه يا اسلام ما عندي حتى غايه باش نوصلها يظل الجماهير كل يعطيك الصح. يعطيك الصح الاعتذار ذا من شيم الكبار وانت مروان قلبك كبير العباد يمكن ماخذين عليك فكره غلطه لكن ما يعرفوكش بالباهي. يعطيك الصحه وانت عندك علاقه حتى مع سليمان وتمشي لسليمان ورئيس كيف عندك علاقه خاصه بيه حتى الرئيس بتاع سليمان واتصل بيا نائب الرئيس وفسرته وفهمني ويعرفني شنو من الاخر. ما عنديش حتى نيه للحاجات الخايبه. انا ديما نحكي على مثلا نعمل نحكي لسليم على شنو اللي قال بالضبط معناتها ممكن انا فهمني سهيل وديما نقول له راك سامحني تقعد ديما خويا راك يعطيك الصحه.